نتوقع عقوبات جديدة أبو عبد الرحمن على الأهلي؟ ممكن إذا سجل الحكم المباراة يعني في تقريره أنه فعلا في عملية قذف قوارير موجودة في داخل الملعب، في النهاية هو الفيصل. لجنة الانضباط لا تعتمد فقط على التقارير الحكام، على ما يعرض أيضا من خلال القناة. لكن يبدو لي أنه يعني أنا ما أدري، لكن ما شفت أنا، يمكن كان فيه مقذوفة مقذوفين أو يعني بالكثير، لكن ما كانت بذاك الكثافة وبذاك الكثرة، وما سلط عليها الضوء. ما أدري عاد كان الناقل يعني ما في شيء فعلا وما عرض إلا اللي موجود او غير ذلك. لكن في النهايه انا اعتقد انه تقرير الحكم ايضا له دور يا بندر، واللقطه التلفزيونيه ايضا لها دور في عمليه تكرار العقوبه. بس انا كاني شفت لقطه امس على الكابتن فهد المولد، ما شفتها؟ ما تابعتها؟ انا شفت رمي، لكن اقول لك ما هو يعني يمكن مقذوف ومقذوفين، انا ما ادري كم تحسب هي المساله وكيف نظرتهم لها، هل المراقب يكون موجود، يعني ربما في قياس معين لدى الاخوان في لجنه الضوابط. لكن في النهايه مهما كانت الكميه والقدر، انا اعتقد انه خطا وخطا فادح. احنا نوهنا حقيقه انه الجماهير الرياضيه يعني من حيث لا تدري يعني نتيجه انفعالاتها وحبها ايضا تصل الى مساله التاثير. احنا شفنا يعني في الجول اللي قبلها جماهير الاتحاد ايضا عانت ووصلت للعقوبه، اليوم قد يحصل للاهلي ايضا عقوبه، غدا قد يحصل لاي نادي. نحن نستعد بالملاعب اللي فيها ما فيها مضمار جميله والنقل فيها مميز والجماهير تطلبها كونها قريبه من الملعب، وايضا تاثيرها كبير على المنافسين سواء كانوا يعني حتى اللي ياتون يلعبون مع المنتخب. لكن انه الاشكاليه الكبرى انه ما زال في بعض الثقافات تحتاج الى توجيه، تحتاج الى توعيه، ايضا تحتاج الى عقاب. في النهايه من يدفع النادي؟ انا بودي يعني حقيقه من هالمنبر ان نكون اكثر يعني صرامه في تطبيق النظام. في النهايه الملعب مهيأ وبشكل كبير في رصد اصحاب هذه الظواهر، يتم محاسبتهم يا اخي شخصيا بدل ما يكبدون النادي خسائر، بمعنى انه الكاميرات اللي موجوده ترصد اصحاب الظاهره الذين يقومون بالقذف دائما اللي ما يسيطرون على اعصابهم. يا اخي ما انت ملزم، وليش حالات فرديه تضر كيان كبير؟ نعم نعم، وهذا حاصل بالفعل. ثانيا انت تتكلم عن ظاهره موجوده في 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 في, في بعض الدول، يتم حتى منع هذا الرجل المشجع اذا كان تكررت منه الحاله ويوضع له يعني زي القائمه السوداء وما يدخل الملعب. في النهايه اذا كنت ما تستطيع تسيطر على اعصابك ولا تستطيع تتاقلم مع اجواء المباراه، يا اخي خلك ورا الشاشه واكف الاخرين شرك. يعني مو بصحيح يعني انك تكون موجود في الملعب وتفسد جماليه المباراه لمجرد انه هدف هدف. في النهايه هي مباراه قابله للفوز وللخساره، كما فرحت الجميع يفرح والجميع يخسر. صحيح، في اطار الاحترام. حتى التنافس الشريف. وهذا هذه كرة القدم فوز وخساره، هذه الرياضه مو معقوله يعني على طول فوز فوز. الجميل ان الاهلاويين امس انفسهم رفضوا مثل او يعني لم يعترفوا مثل هذه التصرفات. يعني هذه بدرة جميلة. في المقابل نجد أن البعض ممكن قد يدافع عنها أو والله حتى يقف معها. أنا أقول ما في أو يبرر لمثل هذه التصرفات. ما في إدارة نادي، أنا على يقين يعني تماما، ما في إدارة نادي تجد مثل هذه التصرفات وتقف يعني فيها مؤيدة ويعني وموافقة. بالعكس كل الأندية ترفضها وتنبذها. المجتمع كله ينفض أي تصرف يعني غير جيد. وهذا يعني أقل القليل اللي تقدم إدارة النادي رفضها مثل هذا التصرف. ماذا موقف هؤلاء بعد التعادل الأهلي مثلا؟ تجدهم هم نفسهم اللي قذفوا بعد الهدف الثاني كانوا سعيدين. وربما كان في الطرف الآخر ما نقدم على نفس التصرف. في النهاية هي ثقافة وتنعكس والناس تتابع. يعني أنت الناس من خارج المملكة تتابع، تبغى تشوف الجمهور السعودي يجب أن يتخلق يعني بأخلاق حسنة وأن يكون عند حسن الظن. ولا يعني يصل إلى مرحلة أنه يقوم برمي المقذوفات إلى أرض الملعب.